يعد المنتخب الجزائري لكرة القدم من بين المنتخبات التي لها باع وصيت في إفريقيا والعالم بفضل إنجازاتها، بالإضافة إلى اللاعبين الذين حملوا ألوانها، دون أن ننسى المدربين الذين تعاقبوا عليها منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا. وهذا ما يجعل اختيار المدرب الجديد مأمورية صعبة، خاصة من الجانب التاريخي. مدربين ذا عصيتهم في مجال التدريب وملاعب المستديرة، وكان لهم فضل فيما حققه الخضر. البداية بأول اسم يدرب المنتخب سنة 1963 هو عبد القادر فيروت، الذي لم يعمر طويلا، حيث امتدت فترة تدريبه لحوالي 3 أشهر فقط، فترة قصيرة مهدت لاتحاق أسماء أخرى. يأتي بعده إسماعيل خباطو، الذي أشرف على تدريب المنتخب في مناسبتين، أولها عام 1963 وثانيها عام 1965، ليخلفه أول مدرب أجنبي مر على الفريق الفرنسي لوسيان لودوك، الذي تولى زمام العارضة الفنية لثلاث سنوات. يأتي بعده عبد العزيز بن طيفور وحكيم زوبا، هذا الأخير كان له شرف تدريب الخضر في 6 مناسبات كاملة، آخرها عام 2003. يأتي بعده رشيد مخلوفي، الذي أشرف على المنتخب على مرتين، يليه محي الدين خالف، الذي استطاع تأهيل المنتخب لأول مرة لكأس العالم عام 1982. يخلفه رابح سعدان، هذا الأخير قاد العرض الفني للفريق في 4 مناسبات، أولها سنة 1984، استطاع من خلالها تأهيل لوفقاء القائد السابق للفريق عنتر يحيى لتأهل للمرة الثانية لكأس العالم سنة 2010. أعقبه إفغيني روغوف، الذي درب الخضر عام 1986 إلى غاية 1988، ليخلفه المدرب صاحب أول تتويج قاري للجزائر بإحرازه أول كأس إفريقيا سنة 1990 بقيادة عبد الحميد كرمالي. ليتعاقب كل من المدربين علي فرغاني، عبد الرحمن مهداوي، مارسيل بيغيلا، رابح مارجر، بالإضافة لناصر سنجاق، الذين كان لهم مرور على المنتخب دون تحقيق نتائج مميزة. ليأتي وحيد حليلوزيج، الذي استطاع أن يؤهل الخضر لكأس العالم بالبرازيل ويبلغ عتبة الدور الثاني كأول وآخر إنجاز حققته الجزائر لحد الآن في كأس العالم. بعدها أقيل البوسني وأخلفه الفرنسي كريستيان غوركوف، من ثم الصربي رايفاتس الذي لم يعمر طويلا، بعده الإسباني لوكاس أركاراز ورابح مارجر، لتختتم القائمة بالمدرب جمال بلماضي صاحب إنجاز 2019 بتحقيقه لقب كأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بالأراضي المصرية. إذن هي قائمة المدربين، هناك من صنع اسما له وآخرون مروا مرور الكرام. مدربين حملوا 14 جنسية مقسمة على مدربين مختلفين، فمن سيكون المدرب القادم الذي سيكون له شرف قيادة سفينة الخضر لبر الأمان بعد إخفاقات عديدة؟